بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز على بركة الله وحفظه، ينطلق أحد الأشواط التي خصصت للإبكار المهجنات الأصايل. ما شاء الله، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس يا الأخوة المشاركين هنا في هذا الانطلاق، في هذا اليوم المميز الحامل لكل هذه الانطلاقات الجميلة والمميزة. نتمنى إن شاء الله. أذهب إلى المركز الأول، المركز الأول الفهدة والساعة لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري بالنقلة على بروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم أحمد بن عبد الله بن محمد بن هلي. وفي المركز الرابع زعفرانة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيف بن نايع بن واس. وفي المركز الخامس عالية عالية سمو الشيخ عبد الله مصقر بن راشد النعيمي مع مولى بخش محمد لنج منج البلوشي ما شاء الله، أيضا حاضر مع خامس المراكز. سادسا الشاهينين، المركز السابع أيضا تأتي شاهينين، وثامن المراكز ايضا الشاهيني لحج الند الشباء سالم بن سعيد في عمليه التضمير. المركز التاسع هنا ناصي في تاسع مراكز لصاحب السمو شيخ محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعي. المركز العاشر شراره سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم وهناك مطر بن علي بن واس. هكذا ايها الاخوه كانت النتيجه، المراكز ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز العشر ما شاء الله، دعناها عليكم كاملة مكملة بالوفاء والتمام. أعود إلى المركز الأول، إلى سيطرة المركز الأول، إلى المقدمة. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس لهذه الشعارات الجميلة وهذا الأداء المميز اللي تقدم شعارات مضمرين حقيقة أصحاب السمو الشيوخ. يا سلام الساعة، تناظر الساعة، تناظر الناموس. ونتمنى إن شاء الله سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري في التضمير النقلة على الفهد في المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري بروق. تأتي بثالث المراكز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وهناك أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي الشاهينية رابعا، وخامسا الشاهينية أيضا تأتي هناك من الجانب الثاني الشاهينية. سادس مراكز لهجن ند الشباء سالم بن سعيد في التضمير. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، المراكز ذعناها عليكم بالهو التمام، هكذا كان الوصف الجميل والمميز للمراكز ذعناها عليكم كاملة مكملة ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء الجميل اللي تقدمه هنا، اللي تقدمه الساعة. تناظر الساعة وليش مستعجل، يبغي المركز الأول، يبغي النقطة الثالثة. أبو مطر تمناك التوفيق. الشاهيني في المركز الثاني لهجن ند الشباء سالم بن سعيد. المركز الثالث بروق لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، هناك أحمد بن عبد الله بن هلي. المركز الرابع الشاهينية هجن ند الشباء سالم بن سعيد. المركز الخامس شرارة سمو الشيخ عفوا الشاهينية هناك من الجانب الثاني لهجن ند الشباء سالم بن سعيد. المركز السادس شرارة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم ومطر بن علي بن واس. المركز السابع اللي في المركز السابع لفادي سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت النتيجه، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. يلا يلا يا ابو غريم سالم بن سعيد في التضمير. اتالق متالق يوم الامس، في يوم الأمس مع انطلاقات سن اللقاية ما شاء الله، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، الكيلو الجميل، الكيلو الحساس، الكيلو المثير ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الأداء المولع. والشاهينية لن تطيع، ما تطيع السلم المركز. الله يا شرارة، الله يا شرارة، بدأ يولع الحماس يا أبو نواس،
يا النجمة زعبيل، نجمة زعبيل اللامعة حقيقة. يعني هذا الشعار في هذا الموسم ما شاء الله متألق. شكرا يا ابو علي، شكرا يا مطر، يا بن علي، يا ابو نواس على اداء هجن سمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم بهذا المستوى الراقي. ولكن بروك يلا يا بالهلي، يلا يا الدنة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم احمد بن عبد الله بن محمد بالهلي. ها هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة. الله يا شرارة، الله يا هالأداء. بسم الله عليك. صلوا على ذكر النبي، ما شاء الله، حفظك الله ورعاك يا شرارة في هذا الميدان، في الختاميات، في التمهيديات، هناك على أرضية ميدان المروم أينما يتواجد الشعار. تهانينا والناموس بنقول سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم. هاني دائما مطر بن علي أبو نواس. المركز الثاني بروكس مش حمدان محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث لهجنة الشبة، والرابع لهجنة الشبة، والخامس بنقول الساعة سمو الشيخ مكتوم حمدان بن راشد المكتوم. 6:15:36 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.